مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة من كيبورد نستعرض فيها آخر ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وآخر أخبار التكنولوجيا ومواضيع أخرى، لكن البداية كالعادة بالعناوين. هاشتاج الحرية للصحفي يحيى الجبيحي يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. أنا جيعان حملة إلكترونية تعبر عن ما وصل إليه حال اليمنيين. عروس يمنية تحتفل مع المحتاجين بيوم زفافها. إنستغرام يهزم سناب شات. كده يا قلبي حبيبي. وضيف فقرة الاستضافة الفنان محمود كارم. حياكم الله. محكمة خاضعة لسلطة ميليشيا الحوثي والمخلوع في صنعاء أصدرت حكماً بالإعدام بحق الكاتب الصحفي يحيى عبد الرقيب الجبيحي الذي تعتقله منذ قرابة 8 أشهر، وما أن انتشر الخبر حتى ضجت مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر الكثير من ناشطيها عبارات التنديد والرفض للحكم، وذلك تحت هاشتاج الحرية للصحفي يحيى الجبيحي. الهاشتاج وفي وقت قياسي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، فخلونا نشوف التفاعل معه كيف كان. المنشورات الكثيرة اخترنا لكم منشور للصحفية فاطمة الأغبري تقول فيه: يخونون كل من خرج من صنعاء، وحينما بقى فيها من بقى خطفوهم من داخل منازلهم وحكموا عليهم أنهم خونة ويستحقون الإعدام. هل رأيتم أبشع من ذلك؟ أنا جيعان هي حملة إلكترونية تعبيرية لما وصل إليه الحال من تدهور معيشي انعكس على جميع المستويات داخل المجتمع اليمني. خلونا نشوف التفاعل مع هذه الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي. التفاعل كان كبير كما شاهدتم، واخترنا من هذه المنشورات المنشور الأول لألفة المقطري التي تقول: هذا لسان كل جائع في المجتمع، أنا جيعان كلمة هزت كل صاحب قلب قد شعر بها من قبل، أنا جيعان الطفل يتكلم بها حتى يتقطع قلب أمه وتكفر بالحرب ومن أدارها وسعى لها، أنا جيعان لم يلتفت لها الأحزاب والمشائخ، أنا جيعان لكم أصحاب القلوب الرحيمة فقط، لأن ما زال في قلوبكم رحمة وتعطفون علينا بما آتاكم الله من فضله. أنا جيعان هذه الكلمة يحملها أصحاب الخير والساعين علينا لكي تصل إلى كل من يريد أن يسد رمق جوعنا. حملها شباب فيهم الخير من أبناء تعز لكم. هذه الكلمة لكم أصحاب القلوب الرحيمة.
منشور آخر لطارق يحيى. طارق يحيى يقول: أنا جيعان صرخة اليمن العزيز الأخيرة، الصرخة التي لن تشبعها إلا عودة الدولة. خسارة فنية جديدة، وبحزن بالغ ينعى الوطن والشعب الفنانة القديرة صاحبة الصوت الشجي نجاح أحمد، أو كما تسمى ثابتة، التي يرتبط صوتها بالفرح من خلال الزفات التي أدتها ببراعة. وقد ساهمت الفنانة نجاح بأعمالها الغنائية في إحياء الكثير من الفعاليات داخل اليمن وخارجها، تولاها الله برحمته. نستمع مع بعض لأغنية من أغانيها. رحمة الله عليها، وزي ما نقول دائما الدنيا عاد فيها خير. ففي بادرة فريدة خصصت عروس يمنية من محافظة تعز مهرها وتكاليف حفلات زفافها لتخفيف معاناة المحتاجين والمتضررين الذين يقطنون مدينة تعز. هذه المبادرة الإنسانية الرائعة التي احتفلت بها أحياء تعز تمثلت بمشاركة العروس تسبيح الخزرجي أفراحها عبر توزيع مواد إغاثية في أحياء الروضة للمتضررين من الحرب التي تشنها ميليشيا الحوثي والمخلوع على أبناء مدينة تعز. من أفراح تعز إلى مسارح عدن، حيث قدم مجموعة من الشباب في معهد الفنون الجميلة مسرحية جميلة للمخرج الشاب هديل أبو أصيل. نشوف صور من هذه المسرحية. وفي صنعاء، وبمناسبة اليوم العلمي الثالث، أقامت كلية الأسنان بجامعة العلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع اتحاد طالبات كلية طب الأسنان فعالية خاصة. خلونا نشوف صور من هذه الفعالية. ونروح لصحراء حضرموت، وتحديدا وادي جبع، حيث اختتم مهرجان الرماية بمشاركة كبيرة من أبناء المديرية، وذلك لإحياء الرماية والحفاظ عليها لما تمثله من إرث كبير لأبناء صحراء حضرموت.
محطتنا التكنولوجية تبدأ بهذا العنوان: إنستغرام يهزم سناب شات. المواقع تفسر هذا العنوان بوصول عدد مستخدمي إنستغرام ستوريز إلى 200 مليون ناشط يومياً بعد مرور 8 أشهر فقط على إطلاق الخدمة هذه على تطبيق إنستغرام، بينما بلغ عدد مستخدمي سناب شات 161 مليون ناشط يومياً في الربع الأخير من العام الماضي. ولا ننسى أن إنستغرام قبل أسابيع فقط أطلق عدداً من الميزات المستنسخة من سناب شات، بينها الملصقات الجغرافية وملصقات السيلفي والسيلفي المصغر ووضع ملصقات مع الفيديو. والمعركة مستمرة. خبر آخر يقول أن واتساب يتهيأ للدخول إلى سوق تحويل الأموال، إذ سيتمكن عشرات الملايين من مستخدمي التطبيق من تحويل الأموال إلى بعضهم بعضا، إلى جانب تحويل الصور والفيديوهات والرموز التعبيرية إيموجي المتوفرة أصلا. وتنوي شركة فيسبوك المالكة للتطبيق إطلاق التجربة الجديدة في تحويل الأموال عبر الإنترنت في الهند، علما أنها تشكل السوق الأكبر للتطبيق بحوالي 200 مليون مستخدم. وصلنا إلى فقرة الفيديوهات التي انتشرت هذا الأسبوع على مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأها بفيلم جوري اللي هو عبارة عن تجربة اجتماعية قام بها مجموعة من الشباب في صنعاء. الفيلم أحد مشاريع مبادرة اسمها بتلفوني، وهي للأفلام القصيرة. نتابع مع بعض. ورد للناس في الشارع من مختلف الأنواع، نشوف ردة فعلهم كيف هتكون بمقابلة الوردة بشكل مجهول، بعدين مباشرة بنوضح لهم فكرتنا. متوقعين الأسوأ والأفضل، متوقعين إنه تحصل لنا مشاكل، متوقعين إنه نلاقي ابتسامة، متوقعين نثق في طيابة الشعب اليمني وفي حكمتهم اليمنية. وأنا واثقة في صيامهم. بإمكاننا أن نجيد لغة الحب فيما بيننا دون أن تثير غرابتنا. فيديو آخر انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي لأغنية باللهجة الصنعانية الجميلة وبصوت الفنانين أمين الأهنومي وماهر المريسي. نشوف. مانا والنبي مفرقا، مانا والنبي مفرقا، اكرهني ولا حبني، مانا والنبي مفرقا، مانا والنبي مفرقا، بالمفتوح جننتني، ليش الكذب وانا عشقا، بالمفتوح جننتني، ليش الكذب وانا عشقك، وانا عشقك. فيديو آخر للمبدع زكريا الربع وآخر إبداعاته في البرنامج اليوتيوبي فلاشينج كوف، خلونا نشوف. مشاهدينا الكرام، إلى أولى حلقات برنامج مع مفتي الديار. في هذا البرنامج نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم واقتراحاتكم في شتى مجال الحياة، والذي يجيب عليها فضيلة الشيخ بلسدين بن بدر الدين ابن عمود الدين الفقري حفظه الله. أهلا وسهلا بك يا شيخنا الفاضل. حفظك الله يا ولدي ورعاه. بسم الله الرحمن الرحيم،
اللهم والي من والانا وعادي من عادانا وانصرنا على كل هؤلاء واهديهم. لحظة يا شيخ لحظة. مشاهدينا الكرام، نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ونستقبل أول المتصلين. أهلا وسهلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله بخيرين إن شاء الله. نحمد الله تعالى. منصورين بإذن الله إن شاء الله. الواحد الأحد القهار الصمد. سؤالك يا أخي. سؤالك. سؤالي للشيخ. تفضل. وهو موضوع الراتب يا شيخنا الجليل، ماذا ما حكمه في هذا الأيام، وما حكم من يطالب به وكل حاجة؟ والله شكرا جزيلا للأخ. تفضل يا شيخنا، الراتب وما حكم المطالبة به؟ يا أولادي حفظكم الله، ما هذه الأفكار الجديدة؟ من أين أتيتوا بالأفكار هذه؟ أفكار غربية، هذا أفكار الكفار حفدة القردة والخنازير. ما سمعناش من قبل الرواتب، ما عرفنا هذا الرواتب، من أين جيت؟ ما هو الراتب أولا؟ ما هو الراتب؟ الراتب لغة من الرتابة، الملل، الميوعة، السفاجة، السماجة. نختم فقرة الفيديوهات بمقطع لموهبة غنائية، نسمع مع بعض. وداتك الله يا مسافر وناوي الفراق، ما قدر الله يكون. وداتك الله يا مسافر وناوي الفراق، ما قدر الله. وصلنا إلى فقرة الاستضافة، وضيفنا اليوم مميز، فنان ومنشد من عدن الحبيبة، ضيفنا الفنان محمود كارم. عدن يا شهداء الثورة، إنا على درب التراب. عدن يا شهداء الثورة، إنا على درب التراب. كدا يا قلبي حتى من كل حاجة حلوة فيا كده كده هتمشي وتسيبني وحدي في الحياة والدنيا دي. انت المدينة الباسمة، ايش غير البسمة حزن؟ يا ضحكة الكون ودفا بحر اللي شاطيها اطمأن. نقول قلبي على قلبك عدن، واهلا وسهلا فيك يا محمود. اهلا وسهلا فيكم، واهلا وسهلا فيك انت مذيعتنا الغالية، واهلا وسهلا بإطارهم قناة بلقيس ومرتبين برنامج هذا. شكرا على استضافتكم. الله يخليك. جاهز للأسئلة؟ تفضلي. يلا نبدأ بالأسئلة الاعتيادية. أوصف نفسك بكلمة. سموح. شخصية أنت متأثر بها؟ في شخصيات كثيرة، مش شخصية واحدة، أكثر من شخصية أنا متأثر فيها. سمي لي واحدة. يعني فنان أو إيش أو اللي تحب. متأثر بالفنان عبد المجيد عبد الله. أكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ فيسبوك. أكثر انتقاد يوصلك؟ في انتقادات كثيرة، وإنما بس يعني عادي ما أعولش فيها، وإنما محمود أسعد لحظة عشتها؟ وأهلي جنبي بالمقابل في الغربة. أيوة أهلي جنبي في الغربة، أسعد لحظة أنا عايشة. بالمقابل أكثر لحظة حزن واجهتها؟ انفصال الوالد عن الوالدة. الآن بننتقل للأسئلة الأكثر تخصصية. ما هو أول عمل فني لك؟ عهدا يا شهداء الثورة. أول عمل؟ أيوة. جميل. ما هو أقرب لون غنائي لك؟ الطربي السماعي، طرب. جمهورك بمن يشبه صوتك من الفنانين؟ بماجد المهندس. تا
تمام. إلى جانب الغناء معك مواهب أخرى؟ أكتب تعبير حلو. جميل. وعبر جدا بطريقة ممتازة، 10/10. تمدح نفسك كمان. حلو بجد، يعني شاطر في التعبير. أيوة واثق ونفسي. رائع رائع. أغنية أنت فخور بها؟ أوعدك إني أعيش العمر مخلص لك. أمين. عمل أو أغنية ندمت عليها؟ يعني شو ندمت عليها؟ ندمت يعني ليش عملتها؟ ليش غنيتها؟ لا الأغاني اللي ندمت عليها ما أنزلهاش خالص أصلاً. فنان تتمنى تقابله؟ كثير والله كثير. سمي. والله ما فيش في بالي أي حد، بس كثير. تمام. شخص تستشيره في كل شيء؟ من ناحية الفن أو من ناحية المشاكل أو إيش؟ في كل شيء. شخصية في حياتك تستشيرها؟ أمي. أمك الله يخليها لك. لزمتك الدائمة إيش؟ ها؟ لزمتك الدائمة. ما فهمت إيش السؤال. الحاجة الملازمة لك دائما إيش؟ الكلمة اللي تلازمك دائما استخدمها دائما. اها الكلمة اللي استخدمها دائما. في كثير كثير، مش الا واحدة، كثير. ولو عرض عليك سؤال محرج بصراحة. حسيت. ولو عرض عليك دويتو مع من تحب يكون؟ فنان كبير او صغير او لو عرض عليك دويتو مع من تحب يكون؟ دويتو بصراحة مع فنان كبير عشان يظهر اسمي جنبه. مع من يعني مثلا؟ مثلا مع الشخص، مثلا الفنان صابر الرباعي، هذا عشقه كمان. جميل انه معك هدف يعني. ما هي اخر اعمالك؟ اخر اعمالي هو كفر اغنية كده يا قلبي، هذه الاغنية انا احبها فغنيتها كفر جدا. اغنية الفنانة شيرين. وما القادم؟ القادم اغنية خاصة فيني تتكلم عن الحب وما حب، يعني العاطفة. خاصة فيك يعني؟ اي خاصة فيك ان شاء الله. يعني قريب. انت كتبتها ولا ايش؟ كتبتها ولحنتها؟ لا ما كتبتهاش، لا انا بغنيها لكن الكلام ثاني والملحن ثاني. طيب العمل اللي تقوم به حاليا؟ حاليا انا في استوديو مهندس صوت وفنان كذلك في الاستوديو. رائع. محمود طموحك الشخصي؟ طموحي الشخصي ان اكون فنان ان شاء الله عربي، امثل شخصيتي انا وامثل بلدي واقدم الفن بصوره جميله وبرساله يعني اسمى وارقى ان شاء الله. طيب محمود ايش بتسمعنا في نهايه المقابله؟ والله اللي تحبي. تختار انت من اللي تحبهم انت. طيب اسمعكم أغنية مثلا طرب عادي ممكن. حبي اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبل ما انا الحب ايه. حبي ايه اللي انت جاي تقول عليه، انت عارف قبل ما انا الحب ايه. لما تتكلم عليه، لما تتكلم عليه، حبي 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 اللي جاي تقول عليه. رائع يا محمود. محمود لو تسمعنا حاجة من التراث العدني. طيب سمعكم تراث عدني. أيوة. لعلمكم
يعني عدن تتميز بثقافة كثيرة، يعني احنا نسمع الطرب ونسمع عندنا تراث ونسمع اللحجي ونسمع الصنعاني ونسمع كل شيء. احنا نشتي عدني. ايوه طيب عدني عدني مهم. خلاص حسكت كل روح راعي لي وباقي لك، انا مليت وما عاد فيش معي يا قلب فاضي لك، كفايه شوف لك غيري تغني له مواويلك، تغني له مواويلك، برغم اني معك ضحيت وبعدت الدنيا من شانك، وعمري عنك ما استغنيت، تجازيني بهجرانك، تجازيني بهجرانك، وعدك جيت تحسب عاد ان القلب فاضيلك، وعدك جيت تحسب عاد ان القلب فاضيلك، كفاية شوف لك غيري تغني له مواويلك، تغني له مواويلك. شكرا يا محمود، هذه أغنية المفضلة. لو تغني لنا حضرمي. حضرمي أبو بكر سالم مثلا. أيوة عشان نختم فيها المقابلة. طيب. وعادنا لن طربنا والتلاحين طابت، وعادنا لن طربنا والتلاحين طابت، يا مروح بلادك ليل والشمس غابت، وعادنا لن طربنا والتلاحين غابت، غني صوت المحبة يا غنى كل فن، وخلنا ننطرب بلحان جنة عدن، وغني صوت المحبة يا غنى كل فن، وخلنا ننطرب بلحان جنة عدن، عندها الأقمار ضاءت والملايين استضاءت، وعادنا لم طربنا والتلاحين غابت. شكرا الفنان محمود، نشكرك جزيل الشكر، أطربتنا وأسعدتنا، نتمنى لك كل التوفيق. الله يسلمك، شكرا لكم جزيلا. شكرا. شكرا لك. مشاهدينا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ننتظر تفاعلكم معنا مجدداً عبر صفحة البرنامج، الظاهر رابطها أسفل الشاشة. هذه تحياتي لكم أنا أفنان تركر، كما هي لكم من معدة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم، إلى اللقاء. محمود قلبي على قلبك عدن، نقول لك أهلا وسهلا فيك. طيب حاضر. محمود بدأنا المقابلة، مخرج الحروف تشي ضبط، وفي صنعاء وبمناسبة